اليوم ان شاء الله رح نعمل شوربة فريكة. هلا حطينا شوية زيت وقطعت بصلين شوحتها مع ملح وفلفل اسود، وقطعت دجاج مربعات ورح اشوحه مثل ما انتو شايفين، وبعديها رح احط الفريكة تكون مغسولة ومنقوعة ونظيفة. يلا نشوف. وهلا بس الفريكة، ما بنقعها كتير الفريكة، بس شوي عشان إذا فيها تراب أو وسخ أو هيك ينزل بالمي، بس وبسونها إذا هالكلمة مظبوطة فعلا، يعني مش عارفة. المهم بقولوا إنه نصون الفريكة يعني نشيلها هيك من المي براحة إيدنا عشان إذا فيها أوساخ أو أتربة أو هيك تضلها بالمي ما تطلع معنا، بس بصفيها وبرجع بحطها فوق الدجاج، بقلبها هيك شوية تقليبة خفيفة. بعدين كل كاسة فريكة بدها 4 كاسات مي تقريبا هيك، ومندوق مليحة اذا بدها ملح او لا، وبنضغطها. انا تقريبا كل طبخاتي بطنجرة الضغط، بحب هيك الاكل يكون طبعا اول شي سريع وثاني شي لذيذ صراحة، بكون هيك يعني مهري لذ بالأكل صراحة، أنا هيك بحس. وهلأ حطينا المي بنخليها تقريبا ربع ساعة طنجرة الضغط وبنطفي عليها، خلاص هيك بتكون شوربتنا جاهزة. بس أهم شي ما نحط لها ولا أي بهار، لأنه الفريكة ما بتاخد بهار لأنه متغير طعمها بسرعة، فطعمها لحالها كتير ألذ بصراحة. ونشوف بعد الطبخ. هلأ وهيك شكلها النهائي بعد ما استوت، شوفوا ما أحلاها، طعمها كتير لذيذ، وأكيد رح ناكل هلأ. سلام.